اسمعوه حسبك ساعتك اتفاجئ يا زوبة استوب ايه يا بابا عليها رايح فين انت هو يا استاذ احنا بنصور يا عالم بنصور احنا متاسفين يا استاذ فرحات بس ما كناش نتصور ان البطله بتاعتكم هي الحراميه الخطيره اللي سرقت فلوس الاستاذ شريف استوب زوبة حراميه انا غلط شريف والله يا بيه انا ما سرقتش حاجه انا خدت الفلوس دي سلف قلت هعمل الفيلم وبعدين هرجعها للاستاذ شريف تاني وتقول لي عمك بتاع البرتقال بقى بنت مفعوصه زيك تسرق الفلوس دي كلها مش مهم الفلوس المهم قلبي اللي اتسرق اهو ده موضوع فيلم جديد لازم تعمله يا استاذ فرحان اتفضلي يا هانم قدامي اتفضلي قلبي سرقت قلبي كمان يا استاذ فرحات معلش سلامه قلبك حد يصدق ان ده يحصل زي ما بيحصل في الافلام احنا حياتنا كده بالظبط لا حول الله يا رب هو ده اللي حصل الفيلم اللي حضرتك اخرجته لي السنه اللي فاتت وخدنا فيه جوائز في المهرجان فاكره فيلم ايه العذاب فوق قفاه يبتسم ده خدنا فيه جوائز في المهرجان انا وانت انا وانت لا ده لازم اتنين غيرنا انا مش حراميه انا سجلت الاستاذ شريف على الريكوردر وقلت له اني واخدهم سلف واول الفيلم ما يتعرض وينجح هرجع له فلوسه قد كده كنت متاكده من نجاح الفيلم انا كان قصدي اظهر مواهبي المدفونه اللي ما حدش عايز يعترف بيها لمجرد اني شغاله هي الشغاله مش من حقها تكون موهوبه مش من حقها تاخد فرصتها محكمه بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 6607 لسنة 1982 حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة زوبة عبد السميع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ مع مصادرة جميع المبالغ المتبقية لدى المخرج الأستاذ فرحات درويش وإعادتها إلى الأستاذ شريف عبد الرحمن وكذلك التحفظ على جميع الأشرطة السالبة والموجبة التي استخدمت في الفيلم وتسليمها للأستاذ شريف عبد الرحمن حيث أن تصنيعها تم من أمواله المسروقة رفعت الجلسة يا ترى يا أستاذ وحيد هتستنى العروسه لحد ما تقضي مده السجن ولا هتقضي شهر العسل انت في السجن معقول يا استاذ فرحات ده انا نجم شباك اتجوز صحيفه ثوابي اوشي وري من الناس فين فرحات نعم يب ها. انا متاسفه قوي يا سيدي كان قصدي شريف والله انا مش حراميه شد حيلك يا زوبه شد على الله يا استاذ فرحات خدي عشان تجيب عيش وحلاوه فرحات طيب هات بالرغم من انك اول واحده تضحك عليا انما معلش انا قلبي طيب كل يوم هبعت لك عشا مخصوص من المديريان ليه تعملي فيا كده ليه تخدعيني ليه تضحكي على قلبي اللي اول مرة في حياته يحس بالحب منك لله منك لله يا بابا دي من فيلم ايه يا بيه بابا عارف احسن مش دي صورة البيت اللي كانت بتعدي من هنا كل يوم دي زبونتي وكنت هتجوزها انما اعمل ايه عندها تطلعات او يا سيما يا سيدي وسيتم ترحيلها اليوم الى سجن النساء بالقناطر الخيرية القناطر هم هيسجنوها ولا هيفسحوها اللي زي دي لازم يخرطوها طرنشات مدام حرامية كده وإيدها طويلة بقى أنا بعد ما كنت بلبس فطاحل الممثلات يجي عليا اليوم ولبس جربوعة زي دي جريمة لا تغتفر يا سلام أنا قبل ما أعمل عقد أي فيلم جديد لازم أجيب البطلة وأعمل لها فيش وتشبيه مسكينة زوبة كان عليها الفن تستاهل حد قال لها تسرق قدام يا بنت تحت السيمة نبتدي من دلوقتي انت هتدينا دروس في الجغرافيا ممكن اعرف احنا رايحين فين نتمشى على الكورنيش
أرجوكي أنا مش ناقصة تريقة. مقبولة منك المرة دي بس عشان لسه جاية جديدة، إنما بعد كده عينك ما هتشوف إلا النور. لازم تعرفي إنك في عهدة تتسويش نبوية اللي ما تعرفش ياما ارحميني. مفهوم يا بنت؟ مفهوم. أنا هلقحك في عنبر 14 أحلى عنبر عندنا، وإن سقتي العوج هرميكي في عنبر البؤساء قدامي. مرحبا يا روح. مرحبا. سمعت عن عيشة دراكولا يا عروسة؟ لا. ولا عن بدرية فتى عينك تاكل ململ؟ لا. تبي لسه خام وداخلة في المقدر جديد. معاكي ممنوعات؟ لا. ولا سجاير؟ لا. ايه حلاوتك؟ وايه بقى سبب تشريفك هنا؟ أزمة مساكن. واسمك ايه يا شابة؟ زوبة. دي البنت بتاعت السيمة اللي اسمها الفني سلوى فريد. كان. وازاي فريد شوقي يا حبيبتي؟ بيسلم عليكي. ومحمود المنير؟ تعال. ما تقلي ده انا بنت فاتح حمامه. ارجوكوا سيبوني في حالي. يا حبيبتي يا حبيبتي ما تشيليش الهم كده وتنخليه. ده انت لو سمعتي كل قصه واحده فينا هتبوسي ايدك وشي وضهر. زف عرستنا الجديده يا ونان. انا حلوه وصغيره. انا حلوه وصغيره. خرجت من السجن على البيت، عجبني واحد بيبيع زيت، خبطته خطه لزق في الحيط، خليت سنانه مكسره. انا حلوه وصغيره. انا حلوه وصغيره. وبعدين معاك يا بنت انت يا بتاعت السيمه، انت هتقلي بالك يا بنات اتكدمك اقطم رقدتك. يعني عاجبكم التقطيم ده؟ ولا يهمك يا حبيبتي. قال صح كنت هتتجوزي وحيد فهمي؟ ايوه بس مفيش نصيب. خلاص يا بنت غذيه واتجوزي فريد شوقي. طلب ايدي وقلت له سيبني افكر. فكري يا حبيبتي على كيفك، ولو كان شريكي هيستناكي لما تخرجي من السجن. قال يعني هتخرج من الجامعه. بقول لكم ايه، ممكن تسيبوني ارتاح شويه؟ ارتاحي يا حبيبتي، ولو جالك وحيد فهمي في المنام خليه يجي لنا يسلينا شويه. تحبي تنامي في الروح؟ لا انا هنام هنا. اتفضلي يا حبيبتي. ادي يا شريف بيه كل اللي صورناه في الفيلم، وتقدر سيادتك تستلمه على يد المحضر. طب وده يعني ينفع يتعرض بالشكل ده؟ بالطبع لا، بس انا عبد المأمور، النيابه قالت نسلمك الفيلم وانا بسلمه لك. طب وانا هعمل بيه ايه؟ هقصقصه منظر منظر واقعد اتفرج عليه؟ يا خساره، كان حقنا كان مناه وكان اتعرض، كان لم بفلوسه وانت كسبت قرشين. ده يعتبر اعظم فيلم استعراضي في السينما المصريه والاسيويه والافريقيه. كده كده. طب ما ممكن بقى تكمل الفيلم على حسابي ما دام واثق من نجاحه بالشكل ده، وانت طبعا استاذ عظيم، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، بس يعني نجيب زوبه منين؟ دي مسجونه. انا لقيت الحل اللي يخلي زوبه تكمل الفيلم. ازاي؟ هناخد اذن من النائب العام بالسماح لزوبه لتكمله الفيلم. تفتكر انهم هيوافقوا على الطلب ده؟ احنا مش هنطلب مستحيل، احنا حفاظا على فلوس الاستاذ شريف هنستسمحهم ان يخرجوها ساعتين ثلاثه كل يوم تحت حراستهم لحد الفيلم ما يخلص. والله فكره يا استاذ سعد، يا ريت تكمل لنا الموضوع ده، لان يعني احسن بدل ما نهد الديكورات على الفاضي اللي تكلفت شيء الفلاني، وبكده ننقذ فلوس الراجل. الف مبروك يا استاذ شريف، هموافقوا على كل طلباتنا. اه دلوقتي تقدر تطمن على فلوسك. أيوة. وانا ان شاء الله هشتغل لك في الفيلم بايديا واسنان لحد ما يخلص. ربنا يقوي باذن الله. تمام يا فندم. اسمعي يا زوبة، انت هتخرجي دلوقتي مع الشاويش من خيمر لغايه الاستوديو عشان تكملي بقيه تصوير الفيلم، وانت التصريح اهو، وما تفرقهاش دقيقة واحدة لغاية ما ترجعوا تاني. حاضر يا فندم. اتفضلي. انت صحيح هتشخصي في السيما يا بنت يا زوبة زي فتحية كاريوكا؟ ايوه يا شاويش مخيمر. وايش عرفك بالتشخيص؟ اصلي جاوية. وانا ما ينفعش امثل؟ لا ما تنفعش. وما ينفعش ليه؟ وصلت.
أهلا يا زوبة. أهلا، نورت الاستوديو. منور بوجودك. والله كان مضل من غيرك. أنا بعتلك شوية رنجة وشوية حلاوة طحينية. وصلوا يا بيه. طب يلا يا زوبة عشان تلحقي تخلصي شغلك وترجعي تاني وما يقولوش إن إحنا أخرناك. يعني هتأخر على الديوان. خديها يا نعيمة بقى لبسيها. قدامي قدامي اللي تنشكي. اتفرج من نفسك. انت بتتكلم البطله بتاعتنا دي نجمه الموس. معلش يعني ما دي قالت الحياه. معلش خساره. ايه انت هتفضل ماشي ورانا زي الدعدع؟ رجلي على رجلها، دي عهده في رقبتي. قطع. شوف الراجل قدامي عهده قدامي. قطع. تتجوزيني يا شابه يا اسمك ايه؟ انا اللي جاياك يا اسمك ايه؟ انا وحيد. ها مش واخده بالي قلت ايه؟ اسمي وحيد واو حيد وبنافس الاستاذ فريد. سمعتي عرضي للجواز؟ سمعت وموافقه عليه، لكن انا ليا شروط. وشروطي؟ ارفع ايديك. ارفع ايه؟ تحتقتليني بس ليه؟ هقتل في تفكيرك حاجات ركبت غلط عشان تفوق يا اخ وتبطل عبط. اسود دي مش جوازه، دي جنازه وعزرائيل بيها هبط. اسمك سعيد. اسمي وحيد. اسمك سعيد انسان جديد، انسان طبيب، ايوة قايد بيسير العصر الجديد. انسان حياة مرتبة ووقته مش ضهر هابة، ومراته ماهيش ارنبة بالبطن بتجيب كام ولي. انا ارضى بك لو تشتغل وانا برضك انزل اشتغل، ودخلينا يزيد من العمل وانت وبرضك نستفيد. طب والعيال؟ هنجيب عيال اتنين فقط، هاني ومنال، ومعتمد يتربوا في غاية الجمال من غير ما اعبقنا في زيت، يتعلموا احسن علم ويلبسوا لبس التمام، ويطلعوا قصر الكلام كاملين يفوتوا في الحديد، ويعجزونا بردونا. ده الحب راح يبلغ مدى لو كان شعرنا في الحياة أسرة صغيرة بتسعين. ستوب. برافو برافو. يلا بقى روحي عشان تلبسي لبس العروس عشان تلحقي تروحي. خلي نعيمة تلبسها بسرعة. هلا يا أستاذ. ده زمن مهذب بقى. انا البس حراميه ورد سجون؟ بعد ما كنت بلبس شاديه وفاتن حمامه وزهير رمزي، هي الدنيا ضاع فيها ايه يا اخواتي؟ اتميل. استني مستعجله على ايه؟ وراك التشريفه؟ ناقص كام شوطه؟ شوطه لما تاخدك عليها العوض السيمه واللي بيشتغلوا في السيمه. الله يسامحك. استني اللي تنشكي لما كسم الفستان عليك يا سجينة زندة. حاضر يا نعيمة. نعيمة؟ نعيمة حد كده؟ متأسفة. حاضر يا نعيمة هانم. أيوة كده عدلي كلامك وتعلمي الأدب وعرفي أنت بتكلمي مين. يا خريجة البوكس فورد. أنت كمان إيه هتلطشي كيس فلوسي؟ الله يسامحك. ما أنا عارفاكي تسرقي الكحل من العين. لازم الواحد يعد صوابعه قبل ما تمشي من هنا يا بنت أرسين لوبين. خدي يا أختي، خدي عفاري وحصليني على البلاتو. فينا للمأذن سوا، أنا قلبي نور الهوى، شعل الوابة على مستوى، إن يلمسوا حالة يقيد بينا ما تيجي بينا. فينا للمأذن سوا، ده قلبي نور الهوى، شعل الوابة على مستوى، من يلمسوا حالة يقيد بينا. بابا بينا بينا للمأذن سوا، احسنت انت رائعه فعلا. لحظه على يا زوبة اللي هو دي تخليها لما توصل هناك. حكم انت ما كانتش من صلاح ربنا، خلي بالك من نفسك. مع السلامة يا زوبة، ما تتأخريش. أستاذ فرح أفندم، أنا مش هغني في الفيلم بقى. أنت مصمم برضه؟ أوي. النيابة مش هتوافق. ما تاخديها منزل معاك يا بنت يا زوبة، إن شاء الله بلومتنا.
ده انا اعرف امثل دور فريد شوقي كويس قوي، اضرب واكسر واحد الدنيا. تعالى يا بنت منك لا احسن اخش انكد عليكم. نمت عليك يا حيطة، اهدي لو اشتغلت في السيمة تجيب دولاب. بابا حبيبي روحي. لا بابا ولا ماما. نعم انت هتلمي هدومك وهتيجي تعيشي معايا يا بورسعيد، بامكان على احد الزمن تشتغلي كمان. يا بابا انا بحاول اعمل حياتي بالمزيكا. رجع شوية. مش هي حلوة روحي. يا بابا انا بحاول اعمل حياتي بالمزيكا وسعيدة بهوايتي دي. طبعا ما هو الكلام الفارغ وقلة الحياة يسعدوا بنت مجنونة زي حياتك. بابا انا ما عملتش حاجة. ايه يا فكره؟ ايه يا فندم؟ ايه الاخبار؟ 10 دقايق والنص الاولى تطلع كده؟ الف مبروك. الله يعني الله يبارك فيك، يعني نصرف القسط؟ اصرفوا لي. الف مبروك يا مرحب بيك. الله يبارك فيك يا حبيبي. عظمه على عظمه على عظمه. كفايه عظمه واحده لا تقف في زورك. لا يا استاذ فرحان، فعلا انت اثبتت انك مخرج الروائع فعلا. الله يخليك. بس تعرف كان يبقى احلى كتير لو عملت لي اغنيه وحطيتها في الفيلم او في الاشاره. في الاشاره؟ ايوه انا احب اغني في الاشاره. بس انا خايف لا تتقفل عليك الاشاره. معلش اديني 10 تذاكر اتفرج اهو. فين؟ ما كانش يتعاد. طب معلش اديني 10 لبكره. طب خد لمده شهر يا استاذ. انت عاوز ايه يا استاذ؟ عاوز 10 تذاكر، معايا 8 وتذكره ب 3 جنيه. ب 50 قرش يا تجنيه يا راجل. بكره مش هتلاقيها ب 5 جنيه يا استاذ. طب معلش عشان خاطر ادات لي 10. خد ال 8 دول واجيب لك 2 من واحد زميلي. انا عاوز اعرف ايه اللي غلب تذاكر بالشكل ده؟ البطله دي معجزه يا استاذ. اللقمة الأول والملبوس بعد
بعدين في الاخر يجي الحب. الحب ساعة ما كفايه ازاي؟ خدوا بالكم وياي، خدوا بالكم وياي، لو في اتنين بيحبوا بعض حيعيشوا في اي مكان على الارض ويكافحوا مسال مع بعضين ويحققوا كل امانيهم ويقيموا من العشة. سرايا سرايا الحب ده عملة ما نضمنهاش، والبنك كمان ما بيصرفهاش. أبي حد بيد أهلي ببلاش، ده بيدفع دم القلبي وكاش. اسكتي اسكتي ما تفكرناش بالحب ووجع الجيب والقلب. فيها حاجة ببلاش، قال ايه ببلاش؟ وغلط في غلط مية المية، ردلي من فضلك على دايا من غير تهوي. في حد جاك يشفى من الحب؟ لا 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 ما فيه. او في عطشان يلتوي من الحب؟ لا برضو ما فيه. او في عريان يتكتم الحب؟ ازاي ما تجيش تزرق والحب لوحده زرق وسدح من قلق والبصمة مع اللي يحبه خروف. مين قال كده؟ مين بقى مش مكسوب ولا شالش في ايده المصروف؟ غنغاوي فقر المأسوف على شبابه وباسم الحب. بقى يعني هنفضل مختلفين؟ كده برضو هنفضل مختلفين، اصل احنا على الهوا متفقين. لو يبقى اساس ثابت وما بين بين العاشقين، اصل احنا على الهوا متفقين. لو يبقى اساس ثابت وما بين بين العاشقين، انما لو كان مسنود بلا ملا راح يصدح اقوى وعالي العال وحقيقة فوق اي خيال. معقول العظمه دي كلها في السجن؟ بكره تخرج وتنزل على الارض حبيبي. على رايك ما طلع دلوقتي من السجن هو الطريق للشهره والمجد. فليحيا الحب الحب، فليحيا الحب فليحيا الحب الحب، فليحيا الحب بنستضيف المخرج العظيم الأستاذ فرح الدرويش اللي قدم لنا هذه الموهبة الجديدة، وإحنا دلوقتي هنسأله عن المفارقات اللي حصلت في هذا الموضوع. أهلا بك يا أستاذ فرح. أهلا بك يا فندم. بيقولوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة، يا ترى المثل ده بينطبق عليك في الفيلم العظيم اللي انت قدمته لنا؟ هو في الحقيقة يعني المثل ده ممكن بالنسبة لنا يتقال بشكل تاني، يعني بدل وراء كل رجل عظيم امرأة يتقال وراء كل فيلم عظيم حرامية. هي فعلا عندها حق وطلعت صادقة في كلامها والفيلم كسر الدنيا. ما هي دي المصيبة، انها مش حرام واحدة زي دي بعد النجاح الكبير اللي حققته ده تفضل برضو مسجونة.
ادي الله وادي حكمته، ومن وجهة نظر القانون هي مجرمة فلازم تاخد جزاها. تفتكر بعد ما هتخرج من السجن هتقدر تشق طريقها في مجال الفن، ولا السابقة دي هتكون حائل بينها وبين الطريق الشريف زي ما بيحصل دايما؟ والله يعني الوضع هنا يختلف خالص. انا مش عارف اقولك ايه، في منتجين كتير وموزعين كتير سايبين لعقود ممضية على بياض، الشرط الوحيد ان هي تكون البطلة. طيب يعني هي ممكن تعترض على كده؟ والله انا رايح لها زيارة يوم الجمعة وهشوف رأيها ايه. سيداتي سادتي، طبعا كلنا عارفين ان زوبة النجمة السينمائية الجديدة هي النزيلة رقم 13 بسجن النساء في القناطر الخيرية، وانها بالرغم من النجاح العظيم اللي حققته ما زالت مسجونة بتقضي مدة العقوبة على الجريمة اللي ارتكبتها. لكن يا ترى مش كان احسن لها انها ما تغلطش وتفكر 100 مرة قبل ما ترتكب هذه الجريمة؟ على كل حال احنا هنحاول نلتقي بها ونعرف رأيها في هذا الموضوع. شكرا لكم والى اللقاء مع تحيات احلام شلبي. ايه ده كله؟ دي الجوابات اللي جت النزيلة رقم 13 زوبة. شايفين؟ او كل يوم بالشكل ده الجوابات اللي جاية من المعجبين بالزوبة. الناس يصر انها جننت، ملهمش حديث غيرها. اللي بعد يقول لها انه عاوز يتجوزها ومستني خروجها من السجن على احر من الجمر، واللي بعد يقول لها انه عاوز يتنازل عن كل ثروته على اساس انها توافق على الجواز منه. على كل حال هي تستاهل كل خير لانها انسانه موهوبه فعلا. ادخل. تمام يا فندم. تعالى يا زوبه، الاستاذ فرحات والاستاذ شريف جايين يباركولك على نجاحك في الفيلم. انا ما عملتش حاجه، الفضل كله للاستاذ فرحات. وده اسمه كلام يا زوبه؟ ولا بعرف اغني ولا ارقص ولا امثل، ده الجمهور كله منتظر لحظه خروجك عشان يهنيك على العمل الرائع المبهر اللي انت عملتيه. لا فعلا يا زوبه، دلوقتي اقدر اقول لك الف مبروك. مبروك على ايه؟ على اني سرقتك؟ بالعكس، مبروك على انك اديتيني اهم درس في حياتي. انت طبعا عشت معايا وعارفه ان انا كنت فاهم الحياه اكل ومرعى وتلج يا زوبه، لغايه ما خدت الفلوس وحسيت ساعتها بقيمه العمل واشتغلت، وفعلا ربنا وفقني والفيلم نجح، وكل ده الفضل يرجع لي فيه يا زوبه. انا متشكر، متشكر قوي يا زوبه. قسم يا جدع حلاوه السلامه. ألف الحمد لله على سلامتك يا زوبة. الله يسلمك يا سيدي. سيبني، ده انت سبت الكل والعالم كله منتظرك بره، يلا بينا. بينا على فين؟ لا كفاية يا سيدي المشاكل اللي سببتها لك، أحسن الست تنكد عليك تاني. سلام عليكم. زوبة حبيبتي، الحمد لله على السلامة. أخروكي ليه؟ ده من 6 الصبح وأنا واقف مستني. يلا يا روحي، يلا بينا. على فين؟ ما كانش يتعايز يا ابن الأكابر، أنا ما أنفعكش، أنت عايز واحدة من توبك، وأنا حيلا بنت خدامة، أروح للي محتاج خدمتي عن إذنك. أنا بحبك يا زوبة. وأنا ما عطلكش. معقولة؟ سعاد حسني تقول لي كده ونادية لطفي وشادية ونبيلة السيد؟ أنا مش نجم شباك، أنا نجم بدرون. أهلا أهلا زوبة، الحمد لله على السلامة. أنا متأسفة يا سعادة البيت، بس الحمد لله فلوسك رجعت لك. وفيهم مكسب كمان. المهم تخلي بالك من صحتك وتبطل اللي بالي بالك. على شرط تقبلي تتجوزي. كان بودي يا شريف بيه، لكن أنا خلاص قررت التوبة، لو عملت كده هبقى حرامية وسرقت قلب الأستاذ وحيد. زوبة استنى، اوه حد يتحرك من مكانه، كل واحد يشوف الفلوس اللي في جيبه. انا ما خدتش حاجه، وزي ما انتوا شايفين انا مش حراميه. بتاعت البيت انا زيزي اختك الكبيره، وبحبك يا اختي امي حبيبه ربنا يديك. البسي فستان وتعالي نقعد مع الناس بره. انا مستحيه ومكسوف. من ايه يا بت؟ من الغرب الرجال اللي موجودين بره. رجاله؟ هما دول رجاله؟ دول ضيوف. امي يا بت نسيبيها، انت عايزه تميلي دماغها، ده لسه ساذجه جايه من البلد، جايه من سان جيلف. تسمح تاخد الطبله وتروح تدندن وتمشي من وشي؟ اتفضل يا استاذ. اوعي تسمعي كلام. قومي. مش عايزه تقومي؟ ان شاء الله عنك ما قمتي.
على واحدة ونص هنقول ونرقص على واحدة ونص على واحدة ونص هنقول ونرقص على واحدة ونص والغاوي يبص يبص والغاوي يبص يبص والغاوي يبص يبص والغاوي يبص يبص والغاوي يبص على هز الوز لو النبي يا لقوا النبي لقوا النبي يا عبدو لقوا النبي يا عبدو لقوا النبي يا عبدو شيل الفلوس حط الفلوس اوعى فلوس في الليل ووعدو لقوا النبي يا عبدو لقوا النبي يا عبدو شيل البرام حط البرام احلم ونام في الليل وسعدو شيل الكسال حط الكسال شيل الكسال حط الكسال شيل الكسال حط الكسال دق الصادات دق الصادات للليل يا عبدو صاحب أمل في الحب يا وكان أنا كنت صاحب أمل اللي خطوته مزيكا اصبرت صبر الجمل علي وسطها سكة أتاري معمول يعمل أتاري معمول يعمل هتلوى على إيديك وأتاري معمول لك عمل وأتاري معمول لك عمل برسم على عينيك أطول نجوم السماء أطول نجوم السماء لا صعب عليك ولا صعب عليك لو النبي يا عبد لو النبي يا عبد لو النبي لو النبي لو النبي يا عبد لو تعرف النار الايده اللي في قلب عزيزي من قال يا روحي بالجدع اللي اسمه عبد المنعم ده نفسي اقتله واخلص منه وتحرمني من فلوسه الله بغير عليك يا عزيزي عايز اتجوزك خلاص خليك راجل البيت وفض جيبك واصرف على البيت منين يا حسن؟ ما انت عارفه البيل وغطار 80 من الشغل و60 من الكبريت وبتاخدهم دايركشن على طول نعم يا اخويا يعني سفاهم بتاعك ده لو سمع كلامك وكلام كمان كان خلص الموضوع كان زمان حبيب القلب الاوحد 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 لا خليها الاوحد اضحك اضحك يا جدع فكها دول ربع مليون جنيه يابا ربع مليون جنيه فهمي مش هتقول لي انت عينهم فين بقى عايز تعرف ليه عشان شريكك نام 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 دلوقتي اسمع فهمي مش من حقك تخلي السر ده معاك لوحدك نام نام يا نصر 15 دلوقتي وانت مش عايز تقول لي مخبيهم فين مش لازم اقول لك ليه بس يا فهمي ده انا اخوك وشريكك اقول لك عشان تخرب لسانك لزيزي وكمال هو ننسى يوم النيابه الانكار مش هيفيدكم لانه من الواضح ان لكم يد في ضياع المبلغ الكبير ده يعني الاحسن انكم تعترفوا
مظلومين يا سعاده البيه. اللي سرق الفلوس هو اللي كسر الخزنه، واحنا ما نعرفش نكسر خزن. انظروا الى هذا الوجه البريء الذي راح ضحيه المجتمع. بريء يا بيه. الخزنه مفتاحها مع مين؟ مع هو بيه ده. معانا يا بيه. يعني ما حدش بيقرب لها غيرك. هو كمان يا بيه. لا لا لا، لما اكون بجرد بعد بنقفل سوا ساعات البيه. الواضح يا فهمي ان الكسر الموجود بالخزنه مكسور بغشم. صح يا بيه، بغشم. مش ممكن واحد محترف كسر خزن يكسره بالطريقه دي؟ صح يا بيه، يعني اللي كسر الخزنه جديد في الصنعه. تمام، لسه جديد في الصنعه. يعني ما سبقلوش كسر خزن. متشكر. العفو يا فندم. لسه برضه مش عاوزين تعترفوا؟ تقرير المعمل الجنائي بيقول ان الخزنه ما عليهاش اي بصمات غير بصماتك وبصماتك. يعني ما حدش قرب للخزنه نهائيا غيركم، والنيابه بتتهمكم بالاستيلاء على اموال عامه. النيابه؟ انا ما عنديش بصمات. وبعدين انا احنا ما كانش قصدنا نسرق. اسكت. ايوه يعني احنا كنا بنستلف من الخزنه. اسكت اسكت. اللي كانوا بيسرقوا. اسكت اسكت. كانوا جايين من الخزنه. اسكت. اتكلم انت. اسكت 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 يا نصر اسكت. كان يوم ازرق يوم ما سمعت كلامك انت والجبان كمال والعقربه اللي اسمها زيزي دي. زيزي مش عقربه بقى، خليش ازعل منك. بعد رميتك ديك لسه بتحبها؟ اه بحبها، حته من كبد روحي وقلبي وعقلي حياتي. مش عايز تقول لي بقى مخبي الفلوس فين؟ اريحك اقول لك؟ اه قول لي اريحني. في ال اه انت أيوة. عارف ال ايوه عارف. طب ما دام انت عارف بتسال ليه؟ لا بس فهمني بس. افهمك ايه؟ قول لي شايلهم فين؟ الله، انت ناسي ان كمال ده شريكنا ومن حقه يعرف انت شايل الفلوس فين؟ اقول لك عشان تقول له ويحكم هم العكمه وانت لنا مرميين في السجن في يومك اللي مش فايد ده. اخذ الدواء وبعدين لعب شويه. من يوم ما جيت هنا والواحد مش عارف ياخد راحته في زنزانته. زنزانته كانت زنزانه ابوك؟ الزنزانه ديت زنزانتنا احنا كلنا. اه اقعد يلا بطويل يلا اقعد. لا يا دليل يا ادب بقى. لا انت كان عايزك تعمل ايه؟ لا ايه ده؟ الحق راس ايه ده؟ ابن مين ده؟ ده ابن مين يا ابني؟ عايز ايه ده؟ ايه نفرين على نص راجل ده؟ دي خد ايه. عارف لو حد فيكم فتح بقه هنطلع عيله، خصوصا انت. هلا ولا ايه؟ ده واخد 25 سنه سجن كبير. لا بس انت جامد. لا انا اسلك اهو في المسائل المجدعه اللي فين ما؟ فين فين الكازيله تشوف المجدعه والجدعنه؟ يا ريتها كانت لوحدها هنا. اديك انت اتسجنت، سالت فيك عبرتك؟ هتسال هتسال فاهم بس مشغوله. هي بتفضى ده بتخلص راس من هنا تروح ترقص مع الناس يعني. امال ايه؟ الله عندها مشاغل، مشاغل كتير حيويه. حيويه؟ اه الواد احمد حيويه عمل حاجات.
دور الستة متر. انت يا ابني مش مهنيني على حاجة؟ احنا اخوات زيزو وحاجتنا واحد. ما تجيش تاخد الفستان اللي عليا. لا اخد 100 جنيه والصبح خديهم 130. شوف يا اخوي انا تهريت من كتر السلف وكفايه عليا اليتامى اللي انا بصرف عليهم. خلاص اعتبريني واحد منهم عشان تخش فينا الجنه. متهيألي ان ما خفتش عني هخش فيك السجن. ما بلاش السيره دي، مصدقني العيال اتهف الحكم وانتهينا. طول ما وراك القمار والمنظره اللي انت عاملها لي دي، لا ربنا هينصفك ولا هتسدد لي اللي عليك. لو ابو الهول اتكلم وقال الفلوس مخبيها فين، هرد لك بدل 100,000. انت اهبل ولا شكلك كده؟ معقول فاهم يقول لكم خبي الفلوس فين عشان تروحوا تلطشوها ويطلع هو بلا موتي؟ ليه يعني وانا ما عنديش ضمير؟ لا العفو، لا انت المفروض يلفوك تقبيتك. انت ناس انك كنت غفير الهبابه دي. غفير ايه؟ ده انا كنت راجل ام مش غفير. ايدك بس على المياية. طيب الله حدها لك بس وشرفي. عارف عارف عود الكبريت اللي ما بيولعش غير مرة واحدة. بشرفي ان الفلوس دي ما رجعت لا سلمك بايدي للبوليس واخد عليهم وصل يا جميل. طب بشرفك، عارفة شرفك يعني ايه؟ بكرة الصبح اعرف الفلوس فيها مش هيلها فيها. صباح الفل يا جميل. صباح الياسمين. انت مين؟ انا كمال صاحب بابا. اتفضل. زي هم ونص؟ ايوه تمام. يا صباح الزفت. اهلا يا سي كمال. اهلا شرفتنا. يزيد فضلك يا ست زينب. خد يا واد، خد دخل دول ودخل لسانك جوه بقك. شرفت يا قلب. اتفضل يا اخويا اتفضل. انست وشرفت، والنبي ما حد سائل فينا من يوم ما فهمت حبس الا انت. اجي يا ماما كولا ولا سكينة؟ لا يا حبيبي دي تفاح. طب ايه يعني؟ ايه يعني؟ فاكهه. كلها وانت ساكت. اكل دي وانا اصور جنبها زي ما تحب واخرس بقى. تشرب شاي ولا قهوه يا سي كمال؟ خدي دول. هات يا اخويا كتر خيرك. ما قلتش تشرب شاي ولا قهوه؟ مفيش داعي، هما كلمتين وربنا يعمل اللي فيه الخير. خير يا اخويا قول. طبعا انت عارفه ان فهمي غالي علينا قوي. عارفه يا اخويا. المحامي قال النهارده ان ممكن يعمل تظلم ونصر وفهمي يطلعوا براءه. فجيت لك على طول. والنبي يا سي كمال. قلت اجي حمامه اقابلك على طول ونتصرف. نتصرف ازاي؟ قولوا النبي الهي يسترك ويعمر بيتك. هم قرشين صغيرين ويتحل بيهم موضوعنا. وماله، الفلوس موجودة وخير ربنا كتير. فرجت، هاتي 500 جنيه نديهم للمحامي والباقي بعدين. 500 جنيه؟ كنت فاكراهم 30 ولا 40، قلت ممكن استقضاهم من هنا ولا من هنا، لكن 500 جنيه دي فرصة ما تضيعهاش من ايدينا. منين يا سي كمال بس؟ منين؟ ما انت عارف. كان المفروض الفلوس اللي خدها كان سابلك منهم قرشين للظروف اللي زي دي، ولا كان قالك هو شايلهم فين؟ كنا اتصرفنا. انت تصدق يا سي كمال انه فهم يعمل كده ويمد ايده للحرام؟ ده يموت من الجوع ولا يمدش ايده على حاجة حد. الكلام كلام يا ست زينب. اذا كان عندك فلوس ولا قالك شايلهم فين، ما تضيعيش الفرصة مننا. وحياة ابني اللي بترجاه من الدنيا ما اعرف حاجة من اللي بتقول عليه ده. انا ست مسؤول وهسيبك تفكري، دي فرصه. ادي الله، دي حكمته. حتى الباب اللي قلنا ربنا فتحه لنا طلع مقفول بالدبه والمفتاح. على العموم فوتك بعافيه، وهبتصل بيكي تاني بالتليفون. دول 500 جنيه يا سي كمال مش لعبه. طيب سلام عليكم. مع السلامه يا اخويا. مع الف سلامه. خش يا واد خش. خش يا مقصوف الرقبه يا تعب قلبي يا هادي حالي. اسيبك يا واد انت ساعه واحده مفيش غيرها. ارجع عليك يا حبيبي كده موسخ هدومك بالشكل ده برضه. ده كلام كنت بقى مع الواد اسماعيل واهلي في الارض وبيحمل فاول. مين الراجل الطويل العبيط اللي كان بيلعب معاكوا ده؟ بتاع حاجه مش بيحسب الفاولات. هو يحسب الفاولات وانا قلبي ينقطح في الغسيل. تجرح عليا بلانتي. الهي يندرب في قلبه، ضربه حره غير مباشره. بس يا شيخ تجننت. يا لهوي العيال خدت بالها. ايوه
مساء الخير. مساء النور. مش شقة استفهمي برضو؟ ايوه يا حبيبتي، وانا الست بتاعها. اهلا وسهلا، انا يا زيزي. اهلا بيكي. خطيبة نصر زميل. اهلا، اتفضلي يا حبيبتي. شكرا. اهلا أهل وسهلا. اهلا، اتفضلي ارتاحي. شكرا. اهلا وسهلا. الحقيقة انا كنت جايلك في موضوع، بس مش عارفة ابتدي ازاي. قولي يا حبيبتي. فهمي ونصر ممكن يتحكم ببراءتهم يا استاذ زينب لو عملنا لهم تظلم. المحامي بتاع نصر هو اللي قال لي كده. ده كمال افندي صاحب فهمي كان هنا وقال لي كده برضه. هو رغر يبقى المحامي بتاعي صادق، وقال ان الحاجه اللي ناقصه الفلوس. المحامي بتاعي طلب 900 جنيه، بيني وبينك اتصرفت في 300 ومش عارفه اتصرف في الباقي. يا ريتك جيت انت ولا كمال بدري عن كده يوم واحد بس. ليه اتصرفتي في الفلوس؟ لا بس كان صاحب البيت هنا يمكن كان ساعدني. طب هو فين؟ راح بورسعيد، اصله عنده شغل كتير، اصله عقبال امالتك مهرب كبير قوي قد الدنيا. طب استاذن انا. على فين؟ مش تشربي شاي ولا قهوه؟ معلش نشربها يوم براءتهم يا حبيبتي. مع السلامه يا حبيبتي. يا رجل ايه اللي حصل؟ يا عمالك ايه اللي حصل لك؟ فرحان قوي كده ليه؟ افرح ايه اللي في وشك ده؟ ايه اللي حصل لك بالظبط؟ فاهمين ايه يا اخي؟ كنت بلعب القطه بتاعتي. الله، كان القطه انت حطها فوق دماغك عشان تخربش في دماغك. يا ريتها خربشت نافوخك من جوه، خلصتني منك يا شيخه. يا رب تموتي. يوسف ايه مالك؟ في ايه؟ الزراعه يا يوسف. السبب في اللي جرالي ده. مين؟ الافندي اللي فوق. الاستاذ مجدي كلك دماغ؟ ما هو دماغه كده. كل دماغ عبيط، ياكل دماغه وروح فيها. امال ايه؟ يبعت لي في مهمه علشان ياكلوني دماغ هناك وهو يطلع منها زي الشعره بالعجين. ركزي مره معايا، ركزي مره معايا. ركزي مره معايا وقولي لي ايه اللي حصل معاكي بالظبط. رحت شركه التلفزيون. طب ركزي ما تعيطيش بس. ايه اللي حصل في شركه التلفزيون؟ ضربوني ضرب. يا ساتر يا رب، باين عليك. بعدين وعارف ضربوني ازاي؟ زي العلقه اللي بياخدها الحرامي لما يتمسك في عرزات. عارف بيعملوا فيه ايه؟ بالجزم. بس معنويا. معنويا لسه. انسانيا. على فكره بقى دلوقتي بس عرفت وتاكدت ان عندك شرخ في نافوخك في السايكولوجي. وانت عندك شرخ في سقف حالك. ايه ده؟ على فكره انت عارفه مكاني كويس. فين؟ مش هقول لك. سلمتني. تعال تعال فوق. لا تتعجب، انها اراده الله. ايه ده؟ انها اراده الله. ايه ده يا نجلاء؟ يا ناس يا شر يا ارض. ايه اللي عمل فيكي كده؟ حضرتك نعم. اصل في شركه التلفزيون قابلوا ناس طيبين كويسين، ولاد حلال متربيين، قابلوها كويس. دي السكرتيره، ده رئيس مجلس الاداره ورم. ايه اللي خلاك تروحي شركه التلفزيون؟ يا استاذ مجدي مش حضرتك قلت لي روح هات المستندات اللي بتاعت التلفزيون اللي كان قد كده ودخنوه قد كده ودخلوه في ال... ده كلام يا نجلاء؟ في حد يروح يجيب مستندات ضد مجرم من المجرم نفسه؟ يا بيه انا رحت شركة التلفزيون ودخلت قلت فين صاحب الشركة دي؟ بعنجهية كده راحوا مدخليني عليه. قلت له ايه حكاية التلفزيونات المسروقة يا حرامي؟ فخلقته لرئيس مجلس الإدارة. بتقول له يا حرامي كملي. ايوه بس يا بيه مد صباعه وداس من هنا، ولقيت جميع البشر من اركان الدنيا الاربعة بيضربوا فيا. مش ده اللي قلقني بقى يا بيه؟ اللي قلقني صوت غريب سامعاه في ودني قلقني كده. اهو الله، ايه الصوت ده؟ اتاني صوتي من كتر الضرب والجعير يا بيه. لحد الله يستره، الله يكرمه، الله يرزقه بالذريه الصالحه. مين ده؟ مين؟ واحد امير. انقذك؟ لا، فقعني شلوط نطرني بره، لقيت نفسي في حجر واحده ست جايه في الاتوبيس اللي جاي عليا. حبيبي يا انا اللي كنت معتمد عليها في موضوع بكره. ايه موضوع بكره ده؟ ايه بيه؟ موضوع محاكمه بتوع شركه الكهرباء. الاستئناف؟ الاستئناف اللي هيبقى نقد. ما انت الاستئناف معاك يبقى نقد. يبقى نقد. لعبتي يا بيه، لازم اروح للعبتي. اسمعي بقولك اوعي. اسمعي البيت قبل ما تروح بقى لازم تديها العنوان، لان دي ان شاء الله المره دي هتجيبها من عند المفتي. على رايك. اسمعي. نعم. اوعي تروحي لوحدك، تاخدي يوسف ومعاك المصور. لا يا بيه انا اروح لوحدي. ليه هتروحي لوحدك؟ ايه والضرب؟ عشان ما يحصل لكيش اللي حصل. ثم يا بيه انت ايه في ايه؟ مالك؟ انت
انت بيه كترت كده ليه؟ كترت؟ الله انت 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 ما قلتش ليه انك جايب اخواتك معاك؟ الله الله اهلا وسهلا. ثم بيه انت مش واثق فيا ولا ايه؟ انا ما حدش ابدا يقدر يمد ايده عليا خالص، ده انا اللي يضربني ده انا. لا انت تتضرب يا حلو قوي، تتضرب يا حلو قوي من اي وقت انت وانت نازل بروح اضربك، اي واحد في الشارع هيشوفك انت الضرب الاحمر اتسمى عليكي. استنى بس يا يوسف اسمعني. ايوه بيه. ما تروحيش لوحدك، تاخدي يوسف عشان يسندك. اذا كان يسندني معلش. اسندك معلش، اسندك بس بعد ما تتضربي. يلا يا فهمي. ممنوع يا ست. يا اخويا جايبانه الاكل طالب مني اكل. قلنا ممنوع. منو مكسعوه يا اخويا؟ ممبار ولحمه راس. جبت الممبار؟ ايوه يا اخويا. والشطه؟ والشطه كله. ازيك يا سعيد؟ خلي بالك خلي بالك من امك يالا. ما تاكلش ده الا في العربيه. امرك. اوعى تروح بيه المحكمه. يلا. السلام عليكم. على السلامه يا اخويا. اطلع. خش. حسب فهمي ايه ده هتتخلع؟ بسم الله. حاسب ما تشوف مش عارف اكل، بلاش فطار بقى النهارده. لو سمحت ممكن تفك الكلبشات ثانيه واحده؟ ممنوع. بلاش احراج يا نصر، ده حي الله لا راح ولا جه عسكري، ما اقدرش افك الكلبشات. الراجل ما كانش من الصبح على لحم بطنه بقاله 7 ايام. مش ضروري مش ضروري يا اخي، تهزقوه بعدين. تاكله بسرعه دي مسؤوليه. أفك. طبعا بسرعه. ربنا يسترها معاك، انت راجل امير، ربنا هيخليك ظابط ان شاء الله. ان شاء الله. ظابط. خد امسك. خد ده ادي لي ولادك، امسك. حامي. حامي قول. بالهنا والشفا. بسرعة خد الورق ده وعلى المطلع. من غير مراجعة؟ أنا راجعت. حاضر. رجل عبد. السلام عليكم يا بيه. سلام يا نجلاء، عادي. أما يا بيه بقى النهاردة العالم بقت آخر تسيب، حتى الحرامية بقى عندهم تسيب. تخيل سيادتك محكمة طويلة عريضة منصوبة والقاضي قاعد محترم والستات راحة متكلينة وأنا قايلة إن أنا جاية يوم الحرامية ما يجوش. قصدك تقول إيه؟ أنا مش فاهم. المحكمة انعقدت والقاضي موجود والمتهمين ما جوش؟ أهو ده اللي حصل. قولي إنك كسلتي وما رحتيش. المصحف الشريف رحت يا أستاذ. أمال يوسف فين؟ سبته هناك في المحكمة مع صحابه. معقول ده يا نجلاء؟ تسيب زميلك من غير ما تعرف الظروف المحيطة بالعملية إيه؟ لا يا أستاذ مجدي بقى دي مسألة كرامة بقى لا مؤاخذة. كرامة إيه دي يا نجلاء؟ الله. معقول يعني سيادتك تدي ميعاد مثلا جنب تمثال نهضة طلخة ويوم اللي جاي ده ما يجيش خالص يعني؟ يعني اولا دي مسألة كرامة، ثم العيال الحرامية دول ما جوش وانا لازم اخصم عليهم هذه العطل عشان ما يعملوش الحركة دي تاني ابدا. يا شيخة اتكلمي كلام معقول. محكمة تنعقد وقاضي موجود والمتهمين ما يجوش؟ والله. والله العظيم انت هتجنني يا شيخ. ان شاء الله اللي يكرهك يا بيه. نعم. في واحدة صحفية مثقفة خريجة جامعة أمريكية تقول ان شاء الله اللي يكرهك؟ خلاص. ان شاء الله اللي يحمل لك الضغينة. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا اللي حصل؟ ايه؟ الاتنين الحراميه بتوع شركه الكهرباء هربوا من السجن. ايه؟ هربوا؟ ايوه. ده فعلا تسيب. ازاي الناس دي تهرب؟ انا قلت الحراميه دول خطيرين ويجب اعدامهم. اسمع يا يوسف. ايوه. الحق وفاء وهات منها المقال المعد للنشر وطلع لحالك. اوكي اعدام الاتنين؟ يلا يا يوسف. ايوه ماشي. هروبهم ده لطمه في وش المجتمع كله. تسمح لي يا فندم اتابع موضوع الهروب بنفسي؟ نجلاء اعملي اي حاجه انت عايزه تعمليها. شكرا قوي يا فندم. على فكره يا فندم انا هرجع لسيادتك ان شاء الله بمصيبه. نعم. على دماغ قلات الادب اللي هي. اتفضلي يا نجلاء. Go, 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 go
ايه ده؟ قوم. مش قادر. لو استنينا اكتر من كده هنتقفش. طب سيبنا اخد نفس شويه صغيرين بس. اسمع اسمع نصر، نصر احنا لازم نفترق عن بعض. احنا نفترق وكل واحد يروح من ناحيه ونتقابل في مصر. ايوه صح، ماشي كلامك. وانت تاخد الفلوس وفص ملح وداب. اصل هروبنا مع بعض صعب. رجل على رجلك يا فهمي، ما تحاولش، مش ممكن اسيب عيني تغفل عنك لحظه واحده. طب قوم قوم قوم. شد يا فهمي، شد، شدني، شد يا فهمي، شدني. ايوه هيودينا على فين؟ انا عارف، المهم يخرجنا من المنطقه دي. وبعد كده؟ وبعد كده كل واحد يروح لحاله. والفلوس؟ ايه الفلوس؟ اه صحيح الفلوس. ناوي تلهفها؟ ما تبقاش لقاق. اول ما يخش الليل نطلع الفلوس وننتهي منها. إيه؟ ونقسم على اتنين؟ لا، نحط الكمان نصيبه في البنك. إيه؟ انت شايلهم فين تاني؟ شايلهم فين؟ رايح في 60 داهية. حضرتك يا بيه. يا بنت عقل انا حبستك، هديك فلوس. بوسه بس ما بصكيش، هموت هموت يا شيخه، يا شيخه بوسه، اديني بوسه، بوسه لله يا شيخه. يا بنت هديك فلوس، يا بنت، يا بنت هديك فلوس، يا شيخه هديك بريده. ارحميني يا شيخه، يا شيخه ارحميني، هديك فلوس والله، هديك بريده. حرام عليك يا بنت، فلوس كتير قوي قد كده. ده انا يتيمه وغلبانه. يا بنت اسمع الكلام بقى، ما تبيش بقى تنزل. اللي بتعمله ده يا قليل الادب؟ ايه ده؟ انت حراميه ولا ايه؟ اه حراميه. ولو انت راجل صوت ولم علينا الناس، احنا نفضحك يا قليل الادب والاخلاق يا بتاع البلاء. يا مجرم يا وسخ، اعبر يا ست. لا بلاش الست، اطلع زي ما انت عاوز. بلاش 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 بلاش. ده كيلو البامية ب 170، كيلو البامية ب 170 قرش. صوت صوت يا طفصة بتاع البنات. يا ست يا ست مهية، اسمها ايه؟ صوت. اتفضلوا خدوشوا زي ما انتوا عاوزين. خد اتعمى عطوي، فتشوا، اتفضلوا. طلع يا 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 بوي، اسكت اسكت. يا بوي يا جبان، فين اللي معاك؟ يا بوي خد شدوا معاك، امسك يا بوي. اسكت مدام اسكت اسكت اسكت. ادي اللي كنت خايف منه، هيوصلوا هم الفلوس وانا اتسوح. انا عارف ان دي لعبه فهمي. فهمي؟ ايوه. طب انا عندي فكره، ما تعدي على مرات فهمي، يمكن بعد ما خرج من السجن اروح لها. والله يا فهمي. عايزك تكوني قدام عيني بعيد عن التلفونات، ووقت ما احتاجك القاكي. انا مش جاريه عندك. اه قولي بقى انك عايزه تبقي في مصر عشان تدوري على حل شعرك. انا ما اسمعلكش تقول الكلام الفارغ ده. عارفه عندنا الست اللي تعمل كده واللي تقول كده يحصل لها ايه؟ الكلاب ما تعرفش لها طريق جره. سيبني، مش مسافره معاك ولا عندك اعمله. ايه؟ يا متوحش. بالله العظيم ثلاثة، لا انت مسافره النهارده في التو واللحظه. ست ام مجدي اتفضلي انت من غير ما ترد. انا بقى هجيب العربيه دلوقتي والرجاله ونسافر. ها كتك داهيه، هتعملي ايه دلوقتي يا ليلى يا بنتي؟
دقيقة واحدة يا طن. ألو؟ أيوة يا ليلى. الحقني يا مجدي، الراجل المجنون ضربني قدام مامتك ومصمم يسفرني معاه دلوقتي، ولو خدني النهارده هيجيلكوا خبري بكره. انزلي مع ماما وروحي بيتنا وانا هتصل بيكي هناك. لو رحنا بيتكم هيجي ورانا وبيهدلنا عندكم. مش هيلحق، اول ما توصلي استنيني على باب العماره وانا هفوت عليكي بالعربيه واخدك. حاضر، مع السلامه. هي قالك ايه؟ يسلم نفسه. يلا. حاضر يا اخويا، مع السلامه. هي ماما تن، هي ماما تن. انت زين؟ ايوه يا فندم. معايا امر تفتيش. بخير يا فندم. انت طبعا تعرفي نصر عبد البديع. ايوه يا فندم، كان خطيبي وفسخت الخطوبه بعد الحادثه بتاعته دي. فتشوا الشقه وتعرفي طبعا انه هرب من السجن. يا نسبتي. وحضرتك مين؟ كمال فتحي، موظف هيئه الكهرباء. في احتمال ان نصر يحاول انه يتصل بيك. لو اتصل بيا هتصل على طول بالبوليس يا فندم. ضروري. حاضر. مفيش حاجه مش فطرت. يا حلاوه، اللعبه قربت على اخرها. امال تجنن. اهلا مجدي، ازيك يا ليلى؟ اهلا. اتفضلوا. ازيك يا سمير؟ ازيك يا مجدي. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ يا سيدي، ليلى جوزها مزعلها وعايزها تسافر تعيش مع ضريرها. الراجل ده باين عليه اتجنن. اضطرينا نيجي على هنا، خفت لا يطب علينا في البيت وبعدين يعتدي عليها تاني. الراجل ده عايز حته دين علقه ما يقومش منها تاني. هي ماما كانت هنا ولا ايه؟ لا، ليه؟ لانها بتقول نفس الكلام. اقعد اقعد يا مجدي. تعالى يا ليلى. اقعد يا ليلى. ايه امال فين سعاد ومجد؟ سافروا اسكندريه يا سيدي عند حماتي، قال لي عازمهم على كابوريا. ايه انت خارج ولا ايه؟ انا كنت عايز اقعد معاكم شويه عشان اشوف موضوع ليلى، انما عندي شغل مهم جدا دلوقتي، هحاول ارجع لكم بسرعه. طيب، مع الف سلامه يا سمير. ما تنساش يا مجدي، لو خرجت قبل انا ما ارجع بسيب لي المفتاح تحت الدواسه. ماشي. السلام عليكم. مع السلامه. اجيب لك حاجه ساعه تروايك؟ ماليش نفسي يا مجدي. يبقى شاي. اسمح، تعال ندخل نستخبى في البيت اللي هناك ده. نافشونا. مين دول؟ اصحاب البيت. لا، ده الظاهر عندهم فرح ولا طور. تعال نلبس هناك ونستخبى. شخروا معانا وشخروا معانا، بدنجان وبدنجان، سكر سكرنا ليا، سمبك سكرنا ليا، عيطا ما بنجري، جبليك باردري، امبرود السجر، مجريك باردري. اصحى معايا نقول كمان، حدش مشغول البال، حدش عنده سؤال. ايوه، حدش مشغول البال، حدش عنده سؤال. هجرني من غير سبب يا ابلة، قول لي اعمل ايه؟ اسمع يا شابة، خدي الحركات دي وعلى شوية ويكا لخبطيه يشربوا 2 دقيقة، يجيلك تحت رجليك ويقولك يا حبيبي وحشتني، تريري وعليك وغوشتني. امسك سلية يا سلسل، طلباتك ايه يا سنية؟ اتجوز عليا، ما سألش فيا، اعمل ايه؟
وريلي انك رمتي من قلبك وخلعتي وتعوجي واعملي نسيا والشاغل يصبح مشغول ولو قالك عشان تسمحي على طول على بوزه وتروحي ضرباه بحق ترافولتا وعدوية سالو سالو اركب الهوى واستر ده احنا جينا لا من باب ولا من تلاسينا امك جيت وابوك تلاسينا لا 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 انا شكران وده عفركوش اي واحدة عايزة جوزها اي حاجة تطلب تقول عفركوش تلاقينا على طول عايزة ايه يا امورة ولا حاجة ولا حاجة انت عايزة ايه يا فكوشة عايزة جوزي انفع ده انت برقبته نصب على البلد كلها يا ابن الحرامية انا خدامك ولما انت جبان كده وخايف بعتنا ليه وخليتنا نسيب صحابي العفاريت اللي على القهوة اتكلم انت انا في العرض بتاعك اي حاجة هات 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 الطربوش ده هات الهدوم اللي هناك دي وانت اخلص اخلص بتعمل ايه هو جوزها طالب منها الحاجات دي هات اي حاجة بس تقول يا عفركوش انت بتعمل امسكوا كل دي هات يا حرامي هات بتعمل ايه جوزها بقول لها خش ايه تعال انت ايه اي حاجه جوزك يطلبها مني كل يا عفركوش وانا جاي على طول سلام 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 لا 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 انتوا قاعدين بينا هنا لا دي فيها ناس طب وبعدين طب ما تيجي نخش نخش ازاي نخش ازاي ايه درويش هموت يا درويش هموت يا اخويا قدام يا سلابي وافتكر بعد معاملته ليكي بقسوه وعنف بالشكل ده القانون هيبقى في صفنا يا ريت يا ريت يا مجدي كنت بقى اسعد انسانه وانا كمان يا ليلى ونتجوز ونتجوز ده لازم سمير اخويا مساء الخير يا فندم لو سمحت يا اخويا الولية هتقولك لما اخذ لما اخذ الشاب عقبال عندك يعني لما اخذ هموت يا درويش معلش يا سلام في ايه مالكم مرات في حالة وضعي لو سمحت يعني طب احنا خارجين ومستعجلين تعال اوصلك اقرب مستشفى لا بس انا مراتي ما اروح ما تروحش مستشفى لو النبي ما اروح مستشفى مولد اللي عند امي لو النبي هو البس يوم اتفضل خش يا خش يا اختي رايح فين يا هدى انت اهو انتوا عايزين ايه بالظبط شويه ميه سخنه عشان الست ترتاح شويه هموت يا درويش خلاص يا زلابي هموت يا اخويا خلاص يا اخويا يا استاذ احنا مستعجلين ولازم نخرج دلوقتي احنا يا اخويا مش مستعجل اولد براحتي لا براحتك يا زلاب براحتها يا اختي براحتها يا شباب كلها ساعتين ثلاثه وترتاحوا مننا يا درويش هموت دول هيقعدوا ساعتين ثلاثة يا اختي ساعتين ثلاثة انتوا هتقعدوا ساعتين ثلاثة على لما ينزل يا اختي امال ايه مالك ما هي مش انت مش مراته ولا ايه بينها مش مراتي درويش ده بينها مش مراته من صاحبة العوامل ما دي كمان مش مراتي مع انها حامي انما مش مراتي وان شاء الله هنجيب ولد لا بنتي يا اخوي ولد لا والنبي بنت يا اخي خلاص انا اهو وهي ايه ماليش مخلف والله ماليش مخلف هو انتوا ايوه احنا ومش هتخرجوا الا لما نخرج مع بعض ونكون اطمننا تماما انتوا كده بتضيفوا جريمه اخطر من جريمتكم الاولانيه جريمه خطف جريمه خطف ده بقول جريمه خطف ده احنا تعرفنا بيتكلم زي الصحفي اللي اسمه مجدي بدر ده يا سيدي انت فهمي سويلم وانت نصر عبد البديع الهربانين من السجن النهارده انا هبلغ البوليس حالا يقبض عليكم طب بلغ البوليس يقبض علينا وعليكم انا اي حركه هضرب في الرقبه اوعى تتحرك بعدين خش لقتلي الارض انشقت وبلعت اه يا نار لو يد انت ما جيت على زمرة رقبتها يا عمي هدي نفسك هدي نفسك لازم نعرف هي بس موجوده فين الامور عمرها ما تتعالج بالعنف وبالتهديد ابدا بتعصى وامري يا ابن اخوي بتعصى وامري يا عمي هدي نفسك هدي نفسك لغايه بس ما نلاقيها وابني هي محدش رحمني كل الناس دورولي وشهم حتى اخويا ابن امي وابويا كل الناس ولادها بتاعي محدش بيفكر انه يسرع عشان يعالج ولاده دي غلطتك انت اللي ما عملتش حساب يوم زي ده حساب ايه لا واحد الله ده انا دخت السبع دخات على 100 جنيه البت زيزر الرقاصه محدش بل ليه واداهم لي اسكت اسكت
شفتوا ازاي انكم تستحقوا الاعدام؟ اعدام؟ الواد ده حافظ كلام مجدي بدر الصحفي. ما انا مجدي بدر الصحفي وهفضل وراكوا لحد ما اسلمكوا الحبل المشنقه بايدي. انت مجدي بدر؟ شفت اخر الصدفه الغريبه؟ شفت صدفه؟ ها؟ الصدفه دي لو حصلت في فيلم محدش هيصدقها. هي فعلا صدفه تقرف. ودي تبقى مين؟ انت مين يا شاب؟ مالكش دعوه بيها وابعد عنها. لا بس عشان نعرف جوزها ونتصل بيه ونسلمها له. انتوا سفله ونظريتي فعلا في محلها ومش ندمان عليها ابدا. تعرف يا نصر؟ الظاهر ان احنا مش بس اللي بنهرب. لا كل الناس بتهرب من الزعله، اللي بيهرب من امه واللي بيهرب من ابوه واللي بيهرب من الضرايب، امال ايه؟ كل الناس بتهرب. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نبلغ البوليس فيهم ونوديهم في داهيه. لا حرام، حرام يا فندم، اتشيلوا كفايه. انتوا ايه؟ ما عندكوش دم ولا ادب؟ عايز تعرف احنا مين؟ احنا ناس سرقنا بس بشرف. انت سرقت بس من غير شرف، سرقت عرض واحد تاني. الفلوس اللي احنا سرقناها ممكن تتعوض، لكن العرض يتعوض ازاي؟ احنا عقوبتنا في الشرع بالكتير خالص قطع اليد، انما عقوبتك الرجم، الاعدام. الاعدام اللي انت بتطالب لنا بيه انت احق الناس بيه. اخرس انت كذاب، احنا اشرف منك ومن اللي خلفوك. بس حالك بس، خلي البي يخطب. استمر استمر يا متر. عين ايدك من عليها يا كلب. انا حلال عليك وحرام عليا انا، بالله العظيم لاكون بايسها البوسه الكبيره. تعالي سيبها يا سافل يا مجرم يا حيوان. سيبها سيبها يا نصر. انا عيان. سيبها يا سافل. سيبها نصر. سيبها. انا عيان. سيبها. ايه ده؟ ايه ده فندم؟ تضربني عشانها؟ معلش يا نصر، احنا ناس كمر حراميه نسرق فلوس مش ستات. وتليفونكم مسدود ما بيتكلمش، قلت اجيب نفسي لحد هنا. يا اهلا وسهلا، هو وصل بس لحد اخوه يحلوا مشكل صغير كده. ياه، ده انا كنت عايزاه ضروري ضروري ضروري. طب البي اخوه عنده تليفون؟ ايوه يا بنتي، 912 530. 900 وده ملاكي جيزه ده. تليفون تليفون 912 530. طيب بما ان بقى تليفونكم مسدود انا انزل اكلمه من بره. ممكن بره برضه يبقى تليفونهم مسدود. طب ما تديني العنوان احتياطي. شوفي يا بنتي. ايوه. تعدي كوبري الزمالك كده. أيوة. تالت عوامه على اليمين. كوبري الزمالك. طب انا عديت بقى كوبري الزمالك، في ناحيتين بقى يا فندم، ناحيه فيها البالون وناحيه فيها الغطيس. العوامه بقى لازق في البالون ولا في الغطيس؟ يا بنتي في البحر. عوامه. عوامه. الله، ده ايه ابن ستك بقى سباح بقى؟ لا ضابط بوليس اسم الله عليه. لا اله الا الله، ضابط بوليس وسباح. والله خير ما عملتي يا فندم، انا اعرف ناس كتير يبقى ظابط ويعوم في الميه بيعوم بقى بره. بس يا دي انت الله. فين ليلى استمومات؟ ايه ده؟ ايه التهجم بالطريقه دي؟ في ذوق يا راجل انت. زوج للستات اللي عندها زوج، اما اللي تخطف النسوي من رجلتها مفيش زوج. الله 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 الله، انت فاكر نفسك ملك الهكسوس ولا ايه؟ الله الله الله. اسمع يا جدعان، انت تحترم نفسك وتخليك جنتي، واذا ما حطيتش لسانك جوا بقك هطردك شر طرده بره. هو اللي دافع عن شرفه ينطرد يا عالم. شرف ليلى يهمنا اكتر منك، ولو كنت بصحيح خايف على بنت صغيره من دور بناتك ما كنتش اشتريتها بفلوسك. قالت هات يا رجاله. شوف بقى يا جدع عم تلفس انت، ليلى لا يمكن هترجع لك تاني بصراحه. بقى انت راجل عجوز ومكركب ومناخيرك قد الكوز وبتاخد حقن جلوكوز في شنبك كمان، عاجبك ولا لا؟ اهدي اهدي. ايه انت مناخير دي ولا كيس دهني؟ عايز اعرف انت اتخلقت عشان تتهزق، عاجبك ولا لا؟ مين الواد الكابتن ده يا ام مجدي؟ واحده ربنا بعتها من السما تهزقك عشان تاخد بتار ليلى. انت حشره ادميه محسوبه على 44 مليون بصراحه، وانا بقول لك بقى ان ليلى لا يمكن هترجع لك بقى بصراحه. شو يعني اطلمت معايا بقى زي ما بطلمت معاك، وهتطلقك ليلى بقى وهتضربك بالبلغه. الرشيدي يضرب بالبلغه دي القديمه، وليلى كمان اجدع منك بقى ومن اللي خلفوك. تعرف لو ما كنتش عيل صغير كنت اذبحك دم دم دم. بس بس شيل ايدك شيل ايدك، لا اتخنق منك. احبسك 20 سنة سجن مع صدق الاسرار والترصد. يا عم انت ما تعرفنيش. يا عم مش كده، ده مغزى يا نسا. شكرا يا شاب اميرة محترم. دي انسى دي دي ذكر يا جدع. بيقولك عليا انا اللي انسى. معلش عينه ضربة ملف. انت شاب وسيم، انت بتقعد على اني قهوة ده يعني عشان اجي نتصل مع بعض؟ قبل لما يلمك. شوف بقى، مع اني ما ترجمتش اللي انت قلته وعايز انيس عبيد كده تحتك، انما بقى اهو انت واللي خلفوك. على الهموم خلي حالكم، اشبعوا بيه، بلغ ابوه
وجميع المسؤولين عنها انها طالت بالتلات. يلا يا غدا. يا ألف نهار ابيض. يا سلام، قال لي يعني اتطلقت من مش عارف مين، دي تقعد على البساط وتختار ست سيدك. قال ليلى قال ما شافش ليلى ولا ايه؟ دي ليلى قمر، ليلى سكره، دي ليلى تتحط على الجرح تخليه مش عارف ايه يعني. انت تعرفيها ليلى؟ هي مين ليلى دي بصراحه؟ والله عمري ما سمعت عن حد اسمه ليلى. اما اروح بقى الحق الاستاذ مجدي. سلام عليكم. على فين؟ عند كوبري الزمالك وبعدين امبابه. من سكتي. والنبي اعمل معروف وديني وبعدين روح مشوارك. تروحي مدينه نصر؟ يا ابني انا عايزه اروح امبابه. مدينه نصر احلى واهدى. احلى واهدى ازاي يا انا؟ اهدى ازاي يعني؟ هفسحك وروقك وبعدين اوصلك. تروقني؟ شايفني معكره عشان تروقني؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني، ربنا يحنن عليك. يلا يلا. كده رجليك تتعب، ما بلاش نشفان مخ وتعالي. فاني هخلي ليلتك مطينه الطين. دمك خفيف واخر زور. وانت دمك اخر سم. اشمعنى احنا اللي طالب لنا اعدام؟ اللي بيهلبوا دول منحرفين وواجب المجتمع يعاقبهم. يعاقب؟ قال يعاقب. يعاقب مين ولا مين يابا؟ لو عايزين يعاقبوا كانوا عاقبوا نص الناس اللي موجوده. منحرفين في كل مجتمع قله، عاملين زي نقطه الحبر لو وقعت في برميل ميه اتعكروا. عليك كلام الجدع ده. تعرف يا نصر، انا اعرف واحد صاحبي صاحب بوتيك بيكسب 3000 جنيه في اليوم من الاسبراكس. ما في اصحاب بوتيكات كتير شرفه، مش مهمة البوليس لوحده انه يعاقبهم، دي مهمة كل انسان شريف. معقولة واحد غلبان زي يروح لواحد فيهم ويقول له انت حرامي؟ طب ده اقل واحد فيهم راكب السوزوكي، واللي راكب التمساحة، واللي راكب الحلوفة، واللي راكب الخنزيرة. مع ان الخنزيرة حرام.
سمحت يا بيه، ثانية واحدة بس أحسن، لا مؤاخذة الجزمة زمت على صوابعي. سيادتك تلاقي الصباع الوسطاني بقى الاثنين الشمال والاثنين اليمين زمتين عليه قوي. مش سيادتك برضه المسؤول عن البقعة دي؟ بقعة؟ المنطقة يعني. اه انت حضرتك عايزة ايه بالظبط؟ أنا عايزة يا بيه تالت عوامة على اليمين في الخطيص. تالت عوامة؟ أيوة. أدي عوامة، التانية التالتة تبقى هي. يا سلام. طب افرض بقى أنا عديت وطلع العد مش مظبوط وما طلعتش عوامة المقدم سمير بدر، هتدبس؟ اه فهمت. تعالى اوصلك عوامة سيادة المقدم بدر. طب يا بيه اتفضل. بس مش عشان زامت عليا قوي يا مؤاخذة. مش عايز اي حاجه من المطبخ، هدعبس على اي مأكولات. انت ما بتشبعش. واشبع ليه؟ ربت التورة. وهكلم لك بقى سياده المقدم عشان يرقيك صول. شكل انا كده كويس خالص. ولا اقول لك يرقيك كونستاب احسن. ما لغوها من زمان. لغوها زي ما رجعوها لك تاني. الله، اسمع انت هتخش معايا؟ استناكي لما تتاكدي من وجودهم جوه. طيب صح. طب اتفضل حضرتك. اسمع، اسمك ايه؟ مفيش داعي دلوقتي، وحابة اتصل بحضرتك في الجريده. طيب ابقى اقول لهم نجلاء فتحي. ها؟ لا اقول لهم نجلاء عبد الفضيل الجعير. انسى الجعير. الجاكيته ولا على ايه؟ نشحتها. ده لازم سمير. سمير، سمير، خش يا سمير. خش يا سمير، ده صوت الاستاذ مجدي. اللي هناك ده وبعدين ايه؟ انت مالك عم ايه ده؟ شويه بتكلم. وبعدين رحت في ايه ده بتكلم يا اخي، يعني لما ابقى بتكلم مع العالم ما تبقاش ايه يعني. بس ورحت قرت الراجل عايز يطلع قال البيت. يا حلاوه يا ابني يا حبيبي. ايه يا ابني؟ ايه؟ اديك ايدي ليه؟ اديني ايدك. ايه اديك ايه؟ قال اديني ايدك. وانا يعني يهمني ايه ده عندك يعني؟ انت يعني عامل لي فيها فونت ولا ايه؟ ايه ايدي وبيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ عصبي ليه؟ ما تدوله مهدئات ولا حاجة؟ الأخ تعبان. إيه يا ابني في إيه؟ إيه كتفتني يعني؟ طب ما أنا ممكن أضربك برجليا، ده أنا بلعب كاراتيه وبعمل عمايل سودة. لا لعلمك يعني، مش أي كلام. إيه ده؟ طب ما أنا ممكن أشتمك بقى بلساني وأقول لك كلام بقى يعني، وربنا بقى يعمل فيك عمايل سودة بصراحة. هيو. هيو. ثلاثة بالله العظيم، الكلام اللي انت بتعمله ده ما هو في مصلحتك خالص. اخرصي. ولعلمك بقى انا قرايبي كلهم ضباط بوليس ومخرصين. اخرصي. اسكتي. وهوديك في داهية وهحرق 180 صوت وهتشوف ايه. اسكت يا نجلاء. اسكت ايه بس؟ اسكت ايه في اللي بيجرى لنا ده؟ مش مزه. خلفة لقيت دول في التلاجة، فراخ ووشك عليه كلبان، كلب ابيض وكلب اسود. تاخد النوم فيه قيمة. ندي. ما انت بتفس كده، كل حاجة عايز تاخدها، الفراخ تاخدها والفلوس تاخدها. بس لو جبت ست الفلوس قبل ما نخرج من هنا حرميك في النيل. عشان ده شرب. ايه ده؟ انت بتزايق ليه كده؟ مين اللي بيزايق؟ انا خلاص، انا هقول كل حاجه، ولا عايز اشوف خليتك ولا خليته ولا هتصل بيا.
سيسي تعالى سيسي تعالى سيسي حلو عامل بقى ولا يا بطوله لو كنت حين قلقتوني يا اخي مش معقوله الطريقه بتاعتكم دي ايه ده الو نصر ايوه نصر انا كمان ايوه كمان انا بكلمك دلوقتي من الاعماق من مكان يتصل بباطن الارض حيث تجري الامواج والانهار ويستريح الناس ها اسمع بس هقول لك كلام له خلفيات الواد فهمي ابن الحرميه مش عايز يقول الفلوس فين وانا عايزك تيجي اقوام عشان اقرره قدامك انا عارفك انك حازم على بسرعه واقول لك رايحه فين اقعدي مش عيب هطلع عينك لو فتحت بقك ايوه ناصر تالت عمر بعد الكوبري اخبط تلات خبطات طيب جاي لك حالا خلاص يا ست فرجت هاخد عربيتك واجيبها لك حالا ده ترجع انت ولا هما الو انا ملازم حسن عبد الحميد كل الوقت ده في الحمام؟ في الحمام، هنتخانق كمان على الحمام. الست يا سيدي كانت عايزة تهرب. اسمع فهم، الناس دول أشرار ولازم نتخلص منهم ونخرج منها بأسرع ما يمكن. مش ممكن نخرج قبل الفجر. طب بقى على ما الفجر يجي بقى أروح أشوف لي هدمتين عشان مش حد يتشكل. نغير كل وقت كده. سمير بدر. أيوه 112 112 بوليس بوليس ايه يا اخي ده انا ناصر بس انت مش عارف اوعى تضرب اوعى تضرب لحسن ترتكب جريمتين ايه رايك نفتح اديني مسدس وافتح اذا لقيت حد خطر علينا انا هضرب في المليان فهمي الحوض حبيبي ايه ده ايه اللي جاب الواد هان الواد هان لسه ما توش وسالت مين ودلك على مكان سالت قلبي بيهزر الخفيف انا جيت معاه العربيه اخدكم نجيب فيها الفلوس واخد نصيبي لا هتستنى معايا الفجر ليه الطريق امان لا هتستنى معانا ايه اللي جاب الخالي دي هنا الاستاذ مجدي بدر الصحفي بتاع مشناه هو بعيد الله يخرب بيته يلا بينا نتفاهم بعيد عن الخالي طب دي. استنى اسمعوا انتوا انا هقفل الباب يلا حد يتحرك اوعى احسن اضرب في المليان اوعى اقعدي اقعدي لا ايه اقعدي الفلوس فين؟ لا مش هقول على مكان الفلوس الا وقت ظهور الفلوس. وهتظهر امتى الفلوس؟ لما اروح عندها احنا الثلاثة ونطلعها. بلاش ملاوعه يا فهمي قول لنا الفلوس فين؟ ما هو مش عايز اقول طريق الفلوس فين يا نصر؟ هيقول هيقول غصب عنه عينه. الله نصر فهمي ايه ده؟ ها؟ اي حركة هضرب في الفلوس. فلوس. طيب. دماغك يا فاهم قول لنا مخبي الفلوس فين؟ مش هقول معلش يا ست رضني قلب قبل كده بلاش هزار وقول مخبي الفلوس فين؟ هقول الفلوس مخبيها في الدراسة ورا جامع سيدي عبد القادر جامع سيدي عبد القادر؟ أنا عارف قوم بينا يلا بينا بس نقسم على اثنين بس اعمل حسابك لو كنت بتكذب علينا ابنك سعيد هتفهمه في المكان اللي قلت عليه لا 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 الفلوس الفلوس مخبيها في المعادي هنقسم على ثلاثة يا ابن اللئيمة عندك كمان مبرر ايه ايه خد بدوق لو بص ايه خدي اه اه طب انا المسدس اهو انا مش عايزه مسدس ايه انا بلعب كاراتيه تقول لي انت تقعد عليا انت وزنك 45 طن وتقعد عليا طب ليه دماغك اه خناتك خد 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 Thank you.
هم على مطرح الفلوس وهيخرجوا دلوقتي. طب فكيني بسرعه بسرعه. هلا والله ابو حازم، احنا ماشيين دلوقتي، كنا عايزين ناخدكم معانا لكن للاسف مش هنقدر. لا تودونا في داهيه، هنسيبكم ربنا يرزقكم اللي فوق. امشي ابو اوعى ما تزورش. عليكي بتهمة ابلاع الكاذب وازعاجك السلطات. يا يمكن اتفضلي. مش نصيبكم من ده. ادينا رايحين ناخد اهو.